ولا يعرفني ولا اعرفه ولا اي حاجه. اه والله مرحبا مرحبا، انت بتدور على ايه؟ قلت له والله بدور على نص محل الايجار، محلك شكله فاضي. ها؟ قال كما تديني عن المبيعات؟ قلت له كذا وكذا. قال خلاص بكره الصبح هات البضاعه. يعني اللقاء اساسا كان كله بزنس خالص. ها الله جايدد هيم دو، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. شكلها من الاول ان يقول له كن. انا كنت اشير الى امر مهم جدا، كنت اشير الى ما شعرته في نبرة صوتك لما قلت والده عليه رحمة الله وكادت عيناك أن تدمع. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار هذا الغلام اليهودي قبيل موته وقد مرض مرضا شديدا، وقال له في حضرة أبيه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، تدخل بها الجنة، تنجو بها من النار. فكان الغلام ينظر تارة إلى أبيه وتارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقالها ثم مات من حينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. فأنت سعيد أن هذا الرجل أنقذه الله بك وغيره من النار. And on this occasion they said he smiled. He made it to some. You know this? Who smiled? The Prophet ﷺ. Alayhi salam. That's true. تبسم وقال because he was very happy that he saved somebody from fire. لذلك أخو محمد عبد الرحمن أنا أغبطك بشدة. الله يخليك. كما أني متأكد أن كل واحد من السادة المشاهدين والمشاهدات يغبطون هذا الرجل. الله يعفو عنه. الذي استعمله الله عز وجل في أعظم عمل. في أن يكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أخو محمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وحمر النعم. وحمر النعم. I like that one. You know all the narrations. No, a couple. طيب قبل أن teacher. معنا اتصال، نأخذ هذا الاتصال الأول من الأردن. الأخ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت على الهواء تفضل. أخ علي تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ السلام. أهلا وسهلا، حياكم الله وبركاته. نسمعك يا أخ علي تفضل. الله يجزيك بالخير يا شيخ على هالبرنامج والبرامج الشيقة، فعلا يعني احنا دائمين المتابعة. الحمد لله. شيخ سؤال بس بدي أسأله للشيخ يوسف عن طريقك طبعا لأنه مش كثير إنجليزي، أنا في لي زملاء في العمل نصارى. نعم. يعني المحاولة على إني أساعدهم إنهم هم يصيروا مسلمين. نعم. لقيت شوية قبول ولكن مش عارف كيف الطريقة اللي بدي أخليهم يدخلوا بالموضوع مباشرة. جميل. فبدي أنا خبرتكم إنه بس تساعدوني، يعني تقول لي الشيخ يوسف إيش الأشياء اللي ممكن أنا أعملها حتى أساعدهم على هذا الموضوع. جميل. أبشر. إن شاء الله أترجم للشيخ سؤالك. وقبل أن أقوم بذلك معنا اتصال آخر من الأخ عبد الرزاق من تونس. أخ عبد الرزاق السلام عليكم. عليكم السلام. طيب شيخ يوسف. Yes. Brother Ali from Jordan. He called yes. all the way from Jordan. Mashallah. It's a long distance call. And he was inquiring about that. He's an employer who has employees working for him or people working with him. Okay. And they're not Muslims. Okay. And he would like to approach them and give them da'wah, inform them about Islam. He said that he tried and he saw some positive results. But he is inquiring for me, what is the best methodology of giving them da'wah? Bismillah. One of the things I think it's very important for us to always remember, that it's not your words that bring people to Islam. Jameel. It's the words of Allah that bring the people to Islam. Jameel. So my words are never going to be anything compared to the words of Rasul or the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. So the first thing is to remember that trying to argue and convince people through these debates and so on is probably the least productive way to get any true results. Mm-hmm. But what I would recommend though is to show Islam by the good character and the way that you are. And keep in mind what is the ahwal and the conditions of the people you're giving the dawah to. Mm. Because if they're poor, they're miskeen, then they're suffering, and you're coming to them saying, hey, you want to be a Muslim? And they'll be like, so how is that going to improve my condition? Mm. So when you're able to alleviate some of the difficulties people are experiencing, and then talk to them about Islam, but first help them through their things that they're experiencing. Because when you're not Muslim, everything is this dunya.
Everything is dunya. If you're not Muslim, dunya is your God, basically. Yeah. As Rasulullah ﷺ said, a dunya sijnu mu'min, wa jannatul kafir. So these people are in a prison of their own making, which they think is paradise, but it's not. Jamil. So how about we help them to understand more about Islam through our actions and our ways, and then help alleviate their conditions, and then let them ask us. And when they ask questions, try gently, as Muhammad Abdul Rahman did with me for so many months, gently providing answers, you know. Sheikh Yusuf, that's too much for me to translate. Yet, inshallah, I will do my best to deliver the message. But before that, we have several phone callers are waiting in line. So let's take some of these calls first. Akhi Tariq, ثم بعد ذلك إن شاء الله نترجم إجابة الشيخ على هذا السؤال المهم جدا. أخ طارق, أنت معنا على الهواء, تفضل. السلام عليكم. الله بركاته. السلام عليكم. كيف حالك يا أخي؟ أهلا وسهلا, حياكم الله. والله يعني الواحد في غاية السعادة, أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يعني. سعد الله أيامك, تقبل منا من ندعو الله دائما أنه يستعملنا دائما ولا يستبدلنا يا رب. آمين. أرجوك ترجم للشيخ يعني شدة فرحنا وشدة سرورنا به وبوجوده في هنا في وسط إخوانه, يعني نتمنى أن إحنا نقدر نعمل أي حاجة ليه تعبيرا عن فرحنا به. He's expressing his maximum delight and joy. We're very, very happy to be here. كده يدعونا واحنا ان شاء الله ندعوه كده ندعي له ربنا يبارك له كده ونكون رفقاء في الجنه جميعا. اللهم امين. امين. جزاك الله خيرا ان شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. Well, fortunately, we have another phone call. Brother Zain, تفضل يا أخي زين, أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك فيكم وجعلكم الله يحييك وبارك فيكم وجعلكم ذخر الإسلام والمسلمين. السلام عليكم يا شيخ يوسف. الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. Welcome to Egypt. والله أنت يعني منور الشاشة والله. Do I need to translate that? جزاكم الله يعني من الناس من رأيتهم ذكرك بالله عز وجل. سبحان الله. جزاكم الله خير. الحمد لله. السلام عليكم يا أستاذ محمد عبد الرحمن. وعليكم السلام يا أخ زين, إزاي حضرتك؟ والله أنت فخرا للصعيدة وللمنوية بالذات. أنا من منيا من صولوت, والله فخور جدا بيك والله. بس محمد عبد الرحمن من أسيوط. والله أتمنى أن أقدم يديكم وقدميكم والله. الله يحفظك ويجامك الشيخ محمد صلاح, والله جزاه الله خيرا يعني. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أنتم منورين الشاشة والله, يعني أنا سعيد جدا أن أنا كلمتكم, يعني والله أنتم فخر للأمة. الله يغفر لنا ولك. جزاك الله خير. الأمة ويعز بالإسلام وبالمسلمين. اللهم أمين. وكل أمين. كل يوم إن شاء الله بيخش الدين ناس جديدة إن شاء الله. اللهم أمين. يا رب. يا رب. شكرا أخ زين, جزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال آخر, أخ محمد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ يوسف؟ أهلا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. How are you شيخ يوسف؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حالك انت؟ We love you so much شيخ. جزاك الله خير. انا هيك بقول لك دعاء. جزاك الله خير. اللهم يا رب يا لطيف. الله حفظك الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. وجزاكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نرجع لترجمة إجابة سؤال الشيخ يوسف, سؤال الأخ علي من الأردن. طيب معنا اتصال آخر من الأردن, وأنا يعني لا أحب أن احنا نترك المتصلين من بلاد بعيدة على الهاتف لفترة طويلة, فنأخذ اتصال الشيخ أيمن من الأردن ثم بعد ذلك نعاود إن شاء الله. شيخ أيمن, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ محمد؟ حياكم الله. كيف أموركم؟ حياكم الله. كيفك يا شيخ يوسف؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. How are you؟ الحمد لله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله. Thank God. We hope to see you in Jordan here. You know. I have been in Jordan actually a year and a half ago I was in Hajj, and on the way back we stopped in Jordan and we made two TV shows in about 4 hours, and I ran back to the airport and flew back home. I'm sorry to, I met that, you know. I'm sorry for that. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. مرحبا بأخوي العزيز, ازاي الحال وازاي الأردن وأهل الأردن الكرام؟ الحمد لله, بنحب نشوفك وين في الأردن, ندعيك في الأردن إن شاء الله. والله ده الشرف لينا يا أخي. احنا الله يجزيك شرف, احنا الشرف والله, واحنا الله يجزيك الخير على
كل اللي أسلموا في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يسمع منك ويجزيك عنا ألف خير يا أخي إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هذا كل العمل في ميزان حسنات الشيخ محمد حسان والشيخ محمد.